You won the Royal Rumble. You made it to the main event at WrestleMania, where you came this close to winning the WWE Championship, just like your dad did. أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن ماندي نايت رو اللي كان مختلف، شفنا مباريات جديدة ونفس الشيء عداوات نستمتع فيها لين كراون جول. نبدأ مع خبر مباراة ثلاثية لتحديد المصنف الأول على لقب القارات بين برونسون ريد، ريكوشي وتشاد جيبل. بنشوف اليوم سيث رولينز موجود، يقول متحمس بسبب الأدرينالين. هذا حق واحد ثاني، ما عرفت اني اقدر اتغلب على ناكامورا، بس بالاخير فست. وبعد المباراة ظهري منتهي، فخور بلقب وزن الثقيل. وقف شوي على اساس بيبتعد، بس قص علينا. ايه بيكمل ونسمع اغنية درو ماكنتاير، يقول له تبغي فرصة على اللقب؟ ايه تدري البعض يهاجمونك من ورا، بس بغيت اقول له قدامك حتى الان متألم وابغيك تتعافى تماما وبلعب ضدك في كراون جول. حلو، ما توقعت نشوف المباراة بينهم يعني بسرعة، ودام كودي فاز بألقاب التاك تيمز شكله بيشوفه بعدين، يمكن بعد الرامبل ما ندري. سيث وافق على المباراة وبريست هاجمه، درو يتابع وقاعد يفكر، شفناها قبل مع النيو داي ما ساعدهم، والآن دومينيك ميستيريو يظهر ومعاه الحقيبة، بس درو وقفه وخرب الكاشن، يعني ساعد شوي ها بالموضوع. بعدين ديميان بريست، يا أخي خذ الحقيبة معك، كمون مان، دومينيك ما يقدر يدافع عن نفسه، يحتاج مامي في كل مكان، وانت قدها يا اخي. وزين اتذكره لان الفترة هذه كان مركز على القاب التاك تيمز، والكاشن خلى بعدين لان يمكن سي ام بانك وسيث رولينز نبغي نستمتع فيه وتكون المباراة على اللقب. بداية حلوة للعرض، ويمكن اسوأ شيء فيه هو كعب بيكي لينتش، لان سيث ما يتوب. كوفي كينغستون ضد ايفار في مباراة الفايكنج رولز، تشوف الشيلد حوالين الحلبة، وين السفينة حبي؟ شفناه قبل في سماك داون، والمفروض نشوفه مرة ثانية. والدبليو دبليو اي يعني مو عندهم فلوس؟ كمون مان، قبل كم اسبوع لعبوا ضد بعض وقدموا مستوى جميل. اصابة ايريك، اشوف ساعدة صاحب الفايكنج كفردي بدال ما يقعد في البيت، على الاقل يستفيدون منه كل اسبوع. حتى كوفي بعد العودة يبغي يثبت نفسه ويمكن يلعب على لقب فردي في المستقبل. سحب العود ودخله في الطاولة، تشوف فالهالة تهاجمه، اكزيفير ما عجب الوضع وايفار دمره، وكوفي دخل في الطاولة، شفنا المون سولت للفوز، هز الستات كامل. هم مباراة حلوة بينهم، بس عجبني الأول أكثر. ناكامورا زعلان وريكوشي هاجمه، حبي ما مليت أنت، كم مرة بتلعب ضده؟ غسلت لأسابيع، بس عاد. ونروح للجاجمنت داي، ديميان شوي يذبح جيدي، فن وقفه، قال له لا تعصب، والثاني يسأل ليش ما ساعدتوني؟ ريا ريبلي قالت هي كانت مع فن وحصلوا على ريماتش لألقاب التاك تيمز بيكون الأسبوع القادم، يعني رجعنا لنفس الزفت. إيه، والكل معصب على جيدي، الناس ما شفنا فاست لين هو كان السبب لخسارة الفريق، واليوم لازم يفوز على درو ماكنتاير. حبي جيجيز. ريا ريبلي تتدخل في مباراة نايا جاكس وراكيل وتنتهي بدي كيو، بعدين شينا بيزلر تهاجم نايا، وبعدين مامي، لا والقصة عاد على اساس جون لي. المهم سكيب. سيث شاف درو ورا الكواليس وقال لادم بيرس وافق على مباراتنا في كراون جول، ومرة ثانية لا تتدخل في موري، تلعب عراسي انت؟ ما لعب يا اخي، كل اللي قلت لك حقيقة. مصدقوني جذاب، وانا ما فزت بلقب العالمي لثلاث سنوات، عاد العامل نفسك طيب، وبعدين ما يحتاج تفكر بالجاجمنت داي لان ما يقدرون ياخذون اللقب مني، وانت بنفس الطريقه. وهو ماشي تسمع درو يقول البس الكعب مره ثانيه وشوف من بيفوز. كلامه صح، يب اتفق. بعدين ييت جاي اوسو وكودي رودز متحمسين حتى الان، شاربين ريحك خايف. مايكل كول موجود، يقول كيف المسؤوليه الان مع اللقب الجديد؟ دامك ما خلصت القصة، تكلمنا عنها لفترة طويلة، هل انت سعيد باللي صار؟ لأنك فشلت. لا خرب الأمور، يمكن انت خايف انه بتزعل الناس مرة ثانية. لا بالعكس، شفت موهبة جاي أوسو ومستانس مع الجمهور. يعني مايكل كول عاد السالفة مرة ثانية، انت فزت بالرامبل وصلت راسلمانيا، بس ما قدرت تاخذ اللقب نفس أبوك. لا شق شق. يفكر بالموضوع سامي زين ظهر مع كيفن أوينز بغنيته القديمة، كانت بوتش، نعم لأن بنفسه قال ما سمعت الأغنية هذه من زمان.
إيه القصة الأساسية مع جيمي وجاي أوسو؟ كان معاهم اللقب هذا لأطول مدة في التاريخ وفزنا عليهم في مين إيفنت راسلمانيا. معاكم اللقب الآن وأنا حبيت أبارك وسعيد لكم، بس اللقب بيرجع لنا. كيفن قال لا مستانس معاكم ولا شيء وأبغي أنافس اليوم. لا ما يستحي، بس أدري لو طلبت مباراة منكم راح ترفضون، لأن جاي أوسو ما يبغي يخسر اللقب لنا للمرة الثانية. دقيقة، نحن ربع بس بقبل التحدي وبنلعب اليوم. حلو، الأمور ماشية صح، وعلى الأقل نفس ما قلت في تحليل فاسلين بغيت المباراة هذه تكون في كراون جول، بس بنشوف اليوم. الطرف الثاني عندنا الجاجمنت داي اللي بيلعبون الأسبوع القادم ضد الفايز بينهم. أتمنى من كل قلبي يا شباب ما يلعبون ضدهم في البيبر فيو. عندك فرق ثانية موجودين، ما عندي مانع يلعبون مع أي فريق ثاني غير الشباب هذول. كم اون مان، برونسون ريد قال بيفوز على تشاد جيبل مثل ما فاز عليه قبل، حتى فاز على صاحبه أوتيس، وبعدين تقدر ترجع مع بنتك وتراضيها في البيت. لا خربها. ناكامورا هاجم ريكوشي قبل بداية المباراة وعمل جي تي اس جو تو سليب يا شباب، حركة سي ام بانك. بس هم في نجم ثاني هو اللي اخترع الحركة، اسمه كنتا، ورد عليه في تويتر. نعم قال له بشوفك في سيرفايف السيريز. وحوش يكمل. نعم مباراة ثلاثية مع برونسون ريد وتشاد جيبل، مباراة حلوة جدا يا شباب بين الثلاثة. يعني تمنيت برونسون ينافس سيث رولينز، بس مع جونثر هم شيء مختلف، مع كل تشوب بيسخن اللحم يا شباب، بدل ما نشوف نفس الأسامي ونستمتع فيه بالأخير. أكيد الفينش من أجمل ما يكون، شفنا السوبلكس من تشاد وهو ماسكه برونسون شاله وفرع الثاني، بعدين سنتون على الاثنين وتسونامي سبلاش للفوز. ايه بنشوف شغل نظيف في كراون جو. لا بيكون في ماندي نايت رو الاسبوع القادم. ليش يا اخي نبغي في بيبر فيو؟ فما عندي مانع ينتهي بعد خارجي تدخل او اي شيء ثاني ونشوف الاساس في المملكه. زايا لي تبغي فرصه على اللقب وبيكي لينش وافقت، يمكن نشوفه الاسبوع القادم. لا الكارد مليان. بعدين درو ماكنتاير ضد جي دي ماكدونا، هني وصل القمر ودومينيك شتت. جي دي هاجمه مع ان دوره خفيف وغثيث مع الفريق، بس موهوب في الحلبه، قدم شغل جميل جدا مع سامي زين، كانت قبل فتره في ماندي نايت رو اذا ما خاب ظني، واذا لعب مع اي نجم ثاني يبدع في الحلبه. درو غسل دومينيك وجي دي فاز المباراه. الله يعينكم من مامي. اوه موجوده، تقول لديميان قبل ما تعصب وتعكر مزاجك عندي لك فكره، وما سمعناها شو الفكره كانت، بنرجع له بعدين. ويد بارت مع جوني غارغانو وتوماسو تشامبا، قالوا من 7 سنوات نحن مع بعض والجمهور كون الفريق هذا، كنا نفكر كيف بنكون في عروض الرئيسيه، هل بننجح او لا، ومره واحده جيوفاني فينشي ولودفيك هاجموهم، يعني ما بينافسون على القاب التاك تيمز، والان دامهم مع بعض على الاقل يفوزون مباريات. وبعدين يعني دي اي واي ضد كودي وجاي بتكون جميله حتى مع سامي زين وكيفن اونز، بالعكس بنستمتع فيه. والان ناتاليا تحضن تيغن نوكس قبل مباراتها ضد بيكي لينش. اقول لكم يا شباب لازم تدخل خشمها في كل مكان. ايه ريكوشي ورا الكواليس يدور على شينسكي، بس هذا مش مهم لانه حصل ادم بيرس، ووراهم ريا روبلي تسولف مع درو ماكنتاير. تلعب بمخه. وادم بيرس قال ما تقدر تنافس اليوم، بس الأسبوع القادم في ماندي نايت رو بتلعب ضده في فولز كاونت انيوير ماتش. حلو، باكي لينش تحتفظ بلقب سيدات NXT ضد تيغن نوكس في مباراة لا بأس. ذمان رفعت اللقب وحسه أهم من لقب ريا ريبلي، تشوفها في كل العروض من NXT وماندي نايت رو، حتى الجمهور متحمس معاها. بالأخير فازت بالإخضاع. كانديس لاري واندي هارتويل مع آدم بيرس يسألون عن جوني غارغانو وتشامبا، بس ريا ريبلي وصلت وتقول يلا منك، واندي هارتويل ما عجبها الكلام. هني بيرس هدى الوضع، ومامي تبغي مباراة مع شينا بيزلر، بنشوفها الأسبوع القادم. وأنا صراحة مش مهتم. تيغن زعلانة وناتاليا تراضيها، فشفنا كيدن كارتر وكتانا تشانس يقولون تعالوا البارتي معانا، اعزمونا على الأقل. تشيلسي كرين وصلت وبايبر نيفن تبغي مباراة مع ناتاليا، هم مباراة ثانية بنشوفها الأسبوع القادم. درو ماكنتاير مع جي أوسو يقول أدري اللي في بالك، دليتني، إذا عندك مشكلة معاي ترى جاهز لك، ها عندي 5 دقائق. صبر كيف؟ شو السالفة؟ سامي وقف درو وجاي قال له يا أخي مو لازم تدافع عني، واليوم أنا ضدك خلاص. بس قبل المين إيفنت شفنا فيديو باكج للودفيك كايزر، كفردي، وخفت على جيوفاني. عجبني الثلاثية هذه إمبيريوم، وإذا فينشي بيقدم مباريات في NXT خلوه يظهر بس يكون موجود في عروض الرئيسية. ولودفيك في الفيديو تشوفه أنيق مغازلشي وعنده سكس باك، قوي الولد وشكله بياخذ بوش. نعم قريبا
والآن سامي وكيفن ضد جاي وكودي رودز. هم مباراة حلوة كانت في المين إيفنت، وكل واحد معصب على الثاني، لا جاي أوسو متهني ولا سامي زين، كان مباراة نو دي كيو. فحبيت التغيير اليوم من بداية العرض، برومو سيث رولنز وتكملت قصة درو ماكنتاير، لأن ما شفناه بعدين مع ريا ريبلي. حتى السيدات عندهم قصص، قاعدين نشوف أشياء مهمة أو مباريات على اللقب مع بيكي لينتش، بعدين لقب القارات وفوز برونسون ريد. المهم نرجع، كيفن قال ساكت، نفس المدير اللي قاله على حسب الأخبار أن انديفر وظفوا تريبل إتش يكون رئيس الكتابة، ومرات ياخذ راي فينس ماكمان بين فترة وفترة. وأنا أشوفه زين، لو بيكمل نفس عرض اليوم بنستمتع فيه. كودي شغل الماكينة وأشوف دوره حلو هني، بدون قصة بابا وماما وحسوا فيني، لا 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 لا، خليه يتحمس مع جاي نفس الكروس رودز عمله هني. بس كيفن وقفه، شفنا سوانتون بومب دخل في الركب، دبل سوبر كيك وأسستت كودي كتر نفس الوان دي، فازوا. أعتقد كودي مات، نتمنى له السلامة واحتفظوا بألقاب التاج تيمز. حبيت عرض اليوم من عداوات جديدة، درو ماكنتاير يلعب بالنار، بيكي لينتش تقدم مباريات كل أسبوع، وبرونسون ريد جاهز لجونثر. في نهاية العرض سامي زين سلم على كودي وجاي، حتى كيفن أوينز سلم على الشباب، زين اقتنع فيه. ولا تنسون باكر عندنا حرب الثلاثاء مع داينامايت NXT، والاثنين شغالين. أول شيء شون مايكلز قال أول نص ساعة من العرض بيكون بدون إعلانات، وفي داينومايت بيزيدون 10 دقائق، وهم ضافوا الباين، يعني نفس الكيك اوف شو بيكون على يوتيوب مع مباراة إيدي كينغستون ضد مينورو سوزوكي. وهم توني خان قال في تويتر أول نص ساعة من العرض بيكون بدون إعلانات. في الفترة هذه دل ما يبدأ العرض بنشوف تغييرات، وأنا متحمس للأخبار، وما أدري كيف بتابع العرضين مع بعض، بس أتمنى أقدم فيديوين باكر. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم ون. Check the mic and make sure it sound right, boy. No, we're TMDK and we're here to say we're gonna kick your ass in a mighty way. We in the morning, we're here to say we in the morning, mighty way. Do do tonight, tonight. Do do do, very unique. Do do do.